بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج من هما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق الله العظيم.